السلام عليكم غزالة ديالي، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. لهذا النهار غنوجد لكم لازانيا بدون سلق ورقة اللازانيا. الاغلبية الناس كيقول لك اللازانيا ما كطيبليش في الفران والورقة كيسلقوها قبل. فهاد النهار في هاد الفيديو هذا بالضبط عمرك ما غتعاودي تسلقي الورقة، غادي طيبيها وغادي جد رائعة. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير ومرحبا بكم معايا. اوكي الغزاله ديالي، فبالنسبه للمقادير اول حاجه غادي نحتاج هنا الكفيته على حسب القياس، يعني على حسب شحال ديال لي بيرسون غادي يكونوا، شحال ديال الاشخاص. كي قلت لكم هنا تقريبا انا عندي نص كيلو ولا 450 غرام هكا ديال الكفته. واول حاجه اللي بغيت ناكد عليها اغلبيه الناس يمكن ما كيعرفوهاش هي الطريقه كيفاش كتحضى باش كتجي على على بحال الشكل ديال لي ريستوران. فانا هنا كناخذ وحده ديال الخيزو، يعني جزره وحده صغيره قطعت على الطريفات، هادي عندي وحده انا صغيره، وعندي بصله اللي انا قطعتها هكا ماشي مشكل كيفاش قطعها، حيت اصلا هاد لاصوص هادي من بعد ما غادي نشحروهم ونصاوبهم غادي تطحن الوغ باش كتجي خاتر، ماشي مشكل كيفاش قطعوهم ديروها كبار ولا تحكوها ترونكيلو كيف ما حبيتوا تصاوبوا. دونك كي قلت لكم عندي هنا بصله وحده صغيره، عندي هنا كاروت وحده يعني جزره وحده، كذلك غادي نحتاج هنا دويمه وحده ديال البنه، عندي هنا شويه ديال الزيت اللي به غادي نشحن البصله الخيزو ديالي، وكذلك غادي نزيدها مع مين بغي نصاوب كلشي في بلاصوص. هنا اهم مكون عندي هو الزعتر، وكذلك الورقه ديال سيدنا موسى الا كان عندكم، فانا صراحه ما متواجدش عندي للاسف التلاوية. بالنسبه للعطريه فهي جد سهله، كناخذ فقط غير الملحه والبزار وهنا شويه ديال السكنجبير باش كتعطيني كتخليها شويه خضره، غير شي شويه ماشي بزاف كيف ما لاحظتي، غير معلقه صغيره. وكذلك كنزيد عليها شويه ديال الزعفران، هي قبصه ديال الزعفران باش كتعطي داك اللون بحال شكل ديال لي ريستوران. هنا عندي اللازانيا اللي انا كنستعمل، عندي هادي اللي قاصحه يعني بلا ما نحتاج لها في الزكاله حتى شي حاجه، ماشي طريه. بهذه الطريقه اللي غنوريكم عمركم غتعاودوا تسلقوها وغادي تجيكم جد رائعه، وانا متاكده انكم غتخلوا لي كومونتير من تحت من بعد ما تجربوها. واخر حاجه هي غادي نحتاج لاصوص طوماط، تقريبا كيلو ديال المطيشه اللي مطحونه ومصفيه وصافي كيبقى فيها غير لاصوص ديالها، كذلك انا حيت عندي ديجا متواجده. واخر حاجه كنحتاج معها الفرماج اللي غنديرهم من الوسط ومن الفوق. فصافي نمشيو على بركه الله. اول حاجه نصاوبوا لاصوص دراغو ديالنا ولا صلصه البولونيز كي كيسميوها، وحنا مع بعضياتنا. اول حاجه غادي ناخذ كي قلت لكم البصله ديالنا ولي كاروط، كيف ما لاحظتوا انا ما عنديش بزاف ديال الخيزو، هي وحده صغيره. غادي نضيفوا عليها زويته تقريبا شي معلقه كبيره ديال الزيت، كذلك غنضيفوا عليها ماشي شويه ديال الملحه. غادي نحاولوا ما امكن نخليهم غير واحد ثلاثه دقائق هكا، هي الا ما تنزل هذيك البصله ما تبقاش عاقده، ما تبقاش هكا عفوا شاده في راسها. فهنا من بعد ما كتستهدنا داك البصله كيفما لاحظتوا غنضيف عليها الزعتر، في نفس الوقت الا كانت عندكم ورقه ديال سيدنا موسى هنا زيدوها. فوالا من بعد ما حضرت دابا غادي نزيد عليها لاصوص طوماط ديالنا كامله، ومع لاصوص طوماط غنحاول نزيد واحد ربع كاس ديال الماء، يا ربع كاس صغير ديال الماء باش لاصوص يجينا شويه ماشي عاقده بزاف، باش بهذيك لاصوص الفوقانيه من بعد نوريكم الطريقه كيفاش كتاخذها هي من الفوق بلا ما تخلط باش بها باش كطيب لنا ديك الورقه ديال اللازانيا. وصافي انا راني ضفت لاصوص ديالي كامله، كذلك ضفت معها ربيع كاس ديال الماء، يعني خلطت هذيك القريعه زدت عليها شويه ديال الماء، كي كتلاحظوا يعني كتجي شويه خفيفه لانها غادي تعقد بزاف البنات، لان من بعد غادي نخليها هكا واحد 5 ديال الدقائق، وديك الساعات غنجيب الطحه الكهربائي اللي عندكم، واما داك الطحه اليدوي اللي ديال مولينكس، الطحه اليدوي بيه غادي نطحن لاصوص ديالنا كامله وغادي تشوفوها معايا. اي فوالا من بعد ما غطيتها كيقول لكم تقريبا واحد 5 ديال الدقائق صافي راه غلات ديجا لاصوص. دابا غادي ناخذ الطحان ديالي وغادي نطحن كلشي، وديك الساعات غنرجع معكم. المهم انتم شوفوا انا كيف باقي طريفات، غتحاولوا ما امكن انكم تطحنوهم مزيان يعني ما يبقاش خيزو والبصله باينين، وانا نوريكم في الاخر كي كتولي لاصوص من بعد ما كتكون بحال هكا، يعني راه شويه شهنا خفيفه غادي نوريها لكم بعد كي غتولي عاقده. وفوالا النتيجه النهائيه
كيف ما طحنتش الشيكي كتولي لاصوص، كتولي هنا عاقده. دابا هذه هي لاصوص الحقيقيه ديال لازانيا اللي كيتصاوبوا بهم في لي ريستورون، يعني كتاكلو نتو في لي ريستورون. دابا من بعد ما طحنت كلشي عام غادي نضيف الكفته ديالي. وهنا شوفوا البنات، انا من بعد ما حركت مزيان ضروري من هاد التراب هاد اليداوي هو اللي كيخليهم هكا، كي كتلاحظوا ما كيبقاش طرفات كبار، كيرجعوا كيخليهم حبيبات. هذا هو لو فري بولونيز. وهنا صافي، دابا من درت الكفته ديالي دابا غنضيف لها الزيت اللي بقى، نزيد عليها المعلقه صغيره، غير نص معلقه صغيره ديال سكينجبير، كذلك غادي نزيد عليها البزار الملحه على القياس نتوما باش ما تجيكمش مالحه بزاف. وهنا غادي ندفع عليها غير نص دادو، نص كنور باش نلددها اكثر واكثر، وصافي هنا غادي نخلطها. وغادي نمشي دابا باش نحضر معكم كذلك لاصوص بيشاميل، حيت راه دابا من بعد ما طيبت لاصوص كامله بوحديتها ودفت عليها الكفته، الكفته دغيا كطيب على غتاخذ معايا فقط نقولوا حنا كاع 10 دقائق نقص لها ونخليها على خاطرها باش تشرب مزيان هذيك الشربه. وهنا غادي نمشي باش نحضر معاكم كذلك لاصوص بيشاميل، تبارك راه كلشي كعرفها. انا بالنسبه ليا خديت جوج معلقات كبار ديال الزبده، خديت الكوزه اللي غادي نحكها، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، كذلك غادي نضيف عليها جوج ديال المعلقات ونص كبار ديال الدقيق الابيض، حيت القياس اللي غندير غندير تقريبا نص اطرو ديال الحليب. فالطريقه جد موضحه، كنخلي الزبده كذوب، كنضيف عليها الدقيق حتى كتولي على هذا الشكل هذا كتلاحظوا. من بعد كنبدا نزيد عليها الحليب تدريجيا بشويه بشويه حتى كيتجمع لي الخليط كيعقد، وصافي كتكون لاصوص بيشاميل ديالنا ها هي واجده كي كتلاحظوا معايا. اخر حاجه غادي نضيف لها شويش ديال الفرماج، يعني ورقه ديال الفرماج ساندويتش، وغادي نخليها على جانب. هنا مشيت معكم لاصوص باش نوريكم واحد لاستوش اللي هي اللي جد مفيده. هنا وياكم من كطيب لاصوص ما تمشوش تحركوها، ما تحركوهاش خليوها هكا، لان الكفته كتنزل من تحت ولاصوص كطلع للفوق، وحنا الغرض عندنا به اللي هو لاصوص مي كطلع للفوق، هذيك لاصالصه الفوقانيه هي اللي كناخذو باش كنديروها في القاع ديال الصحن اللي غنطيبو فيه. على هذا الشكل كي كتلاحظوا كتاخدي ملعقه كبيره كتاخدي فقط من الفوق، يعني من السطح ديال الطنجره، على هذا الشكل هذا كتاخدي هذاك لاصوص، هي طريقه باش كطيب لنا الورقه ديال اللازانيا اولا الكانيلوني بجوج بيهم بلا ما كتحتاجي لا تسلقيها لا حتى شي حاجه، كي كتلاحظوا معايا يعني جد موضح. صافي كيف ما لاحظتوا خديت تقريبا واحد 3 ولا 4 المعلقات ديال لاصوص، يعني على حسب المول، راه عينكم ميزانكم، انا كنعطيكم وانتم كتكملوا من عقلكم. صافي من بعد كتاخدي من القعر الطنجره كي كتلاحظي كطلع لك لاصوص اللي كتكون ديجا عاقده خاطره. صافي فكنضيف هاد الطبقه الاولى، يعني ضروري من تحت بلا ما كتحتاجي الدهن لا بزيت لا بزبده لا حتى شي حاجه، فقط صلصه جد كافيه. كندير الطبقه ديال لازانيا، فوق منها لاص بولونيز، شويه ديال البيشاميل، فرماج ساندويتش او فرماج غابي اللي كان عندك متواجد، عاوتاني كندير الطبقه الثانيه ديال لازانيا نفس الشكل وانا غادا حتى كنكمل الطبقه الفوقانيه، كتكون اخر حاجه اللي كنضيف لها من بعد من لاصوص بولونيز كنضيف لها لاصوص بيشاميل كنغطيها كامله. هنا كيبقى لكم اختياري، بالنسبه اللي كيبغيوها عاليه فكيحتاجوا يديروا انهم 4 ديال الطبقات او 5 ديال الطبقات ديال لازانيا، بالنسبه اللي كيبغيها باش تبقى هكا انا ما درتهاش عاليه بزاف، فغتحتاج فقط درت فيها 3 ديال الطبقات كيف ما كتلاحظوا معايا. وهنا راني جربت لكم بالسكين، يعني كتشوفوا لاباط ديجا كتدخل فيها السكين، حيت اون فوا كتخدمي بالحوايج سخان دغيا هذاك العجين كتشرب. وصافي هنا راني شعلت الفرن ديالي على درجه 160 180، غنخليها الفرن
وانا غزالتي بعد ما طابت اللازانيا ديالي غنجربها معكم. كي كتلاحظوا لاباط كتقطع بلا ما تحتاجي لا سكين لا حتى شي حاجه، كتجي طايبه ومعلكه. وبصحتكم وراحتكم، ونتمنى الفيديو ديال هاد النهار يكون نال الاعجاب ديالكم.